اليوم إن شاء الله راح أسوي معكم عصير طحين عليها طلب بشكل كبير هالفترة. طبعاً هذه المكونات اللي تشوفونها قدامكم، عندي سمن، تمر، وطحين رقم 2، هذه أساسيات الطبخة. الإضافة من عندي الهيل وأيضاً الزعفران والماء. طلعت النوى من التمر، الحين بحط على طول في الخلاط. بحط معي 4 أكواب ماء، طبعاً أنا أستخدم الأكواب المعياري. حطيت القدر على النار، والحين بنزل الطحين. خلاص حمصت طحين، لازم يكون بهذا اللون، لكن في تكتلات الأفضل تحطوه في مشخل عشان تروح هذه التكتلات كلها. أول شي راح أحط 2 كوب ماء، بعدها على طول التمر مع الماء اللي خلطناه. حطيت 3 أكواب ماء زيادة، ولاحظوا في عندي تكتلات راح أتخلص منها بهذه الماكينة. الحين بضيف لها السمن. الحين بضيف لها الزعفران وماء الورد. خلاص كذي صارت جاهزة. شوف القوام المطلوب، أول شيء تكون متماسكة مع بعض زين، وهذا القوام المطلوب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشكل الناي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا ما حطيت لها ابدا سكر، اكتفيت بالتمر اللي سويته.